الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب فكلا من حيث جئتما فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من طاعتهما وقال الجنة وناداهما حبهما ألمنكما أنتما شجرة فأقول لكما أن الشيطان لكما يا للذي آمنوا بالآيات الدنيا وللذي يوم القيامة كذلك ترزقون
ظهر منها وما بطن والإثم والبغي ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخريهم والشمس والقمر والنجوم والقرآن ما في الله لو الله وتعالى الله وتعالى
الأرض إلهنا غيره قد جاءت
بينة من ربكم باب الكيل والميزان ولا تقتل ما تعلم ولا تجدوا من أمة الأعياء ذلك خير لكم لكم ولا تقتلوا بكل صراط تعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به لنخرجنك يا شعيب بالمدينة تدور يا الله وصلوا صلوا لو قطعت
قومه ليفسدوا في الأرض ويذاك مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على فتم ميقات ربي 40 ليلة موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن الجمد فإن استمر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجمد جعله دكا وعجبه يا موسى إني أشطفيتك على الناس في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا والذين كذبوا بآياتنا
حليهم عجلا جسدا له هو أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه غارب لهم قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها في الآخرة إنا هدنا إليك وعلى عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم الأغلال التي كانت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم الغمام والسراء كانت حاضرة البعر يدعون بالسبت تأتي ميتان يوم تبقي جولا ويوم تبقي جولا ويوم تبقي جولا ويوم تبقي جولا ويوم تبقي جولا
ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب هدم مرا مثل الكلب إن تحمل عليه بها ولهم آذان لا يسمعون بها إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب I'm
يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها Yeah.
يريدها أبونا أن يتغذى بدمنا على عقبي يا عبدي بني أمي فإني أبي بلد
أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لهم فتما يقوم منهم أجرون صابرون يغلبون يدين وحيكم منكم الذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا والذي آمنوا ونزلوا إليهم من
المشركين ثم لم يوصوكم شيئا ولم يطالبوا عليكم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مسجد وعقابوا واقاموا صلاة الليل يتبعوا جميعا من الله نورا وأحد من المشركين استجارك فهاجروا حتى المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر يريد الله أنه في سبيل أباكم وإخوانكم أبياء الإسلام كلنا لبارك في كلمة الله إن كان أباكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ويوم حنين إذا جبتكم أذرتكم فلم تنعم جاياكم
أما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد ولا ما بعد عامه. ما حرم الله ورسوله ولا يدينون يا
له عدة لا خبالا ولا أوضعون بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وأصحاب مدين
تجري من تحت النار والدين فيها الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نغموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم فقل لن تخرجوا معي أبدا من لكم قد نبر الله من أخباركم
فورا الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وممن حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة
يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يدعون موطئا يغيظ الكفار استوى على العرش يدبر الأمر ما من شر إلا لفتح جبال ربكم فلا تذكروا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذي والقمر نورا وغدروا لنا سرا اتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الله بحق الحسن والايات الامن ان في اختلاف الليل والنهار ما خلق الله في السماوات والايات الامن ان الذين لا يرجون أو غائما فلما كشفنا عنه ما رجل لنا دولا يا دولي
لما ظلموا وجاءتهم بقرآن غير هذا أو بدله ما يكون لي أن أبدله في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها وترهبهم إلا ثم الحي 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 الحي
في الأرض لفتدت به وأثر الندى تغيبون فيه وما يعذرون Yeah.
وأبواره بالحياة الدنيا. ربنا حتى إذا أدرك يفنون
يستخفوا منه ولا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنك عليم بذات الصدور رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولهم العذاب إلى أمة عدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتي ليس مكتوبا مع ربهم ما كانوا به يستهزئون. إلا رحمة ثم رجعنا إلى ربهم ليئوسوا كفورا. إن أذقناه بعد ضراء إن أذقناه نعماء بعد ضراء فسد ليقولن ذهب السيئات عني وصائق به صرفا يقولون أولا منزل عليك عزو أجل ما أملك إنما سنديل والله على كل شيء وكيل بعشر شهور بذي مرتيات حيث المعيزة من سور الله يكون ذنبا فإن لم يزجيوا لكم فاعلموا أنما أتي بالمجاي شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من العذاب النار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربه ولكن أبى الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربه ويقول لشهدت هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الذين يصدون عن سبيل الله ويقولون يا وجمع قلاعكم كافرون. إن لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء ضاعوا أموالهم ما كانوا يستطيعون السمع ما كانوا يبصرون. أولئك الذين حذروا أنفسهم عنهم ما كانوا يبصرون. قومي ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذي هم الذين أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعمي عليكم أرجوكم إن أجزي إلا على الله وما بطاعة الذين آمنوا إنهم فاقوا ربي ولا أجل عليكم وهم يتجلون. يا قوم من ينصرني من الله إن جئتم فلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم أيتها من Thank you.
قبل هذا أبدا أنا عبد الله يا عبد الله
ما يتحدث نجينا صالحا والذين قال يا قوم هؤلاء الذين نذرتم الدولة أتدوني بالله يا ليت منك الرجل به لن يصلوا إليك فأت بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم إلا ما تعين مصيبة ما أصاب إنما رجع مصيبة إليك الصبح Allah'a emanet olun.